فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أبنائي هداهم الله يؤخرونني عن تكبيرة الإحرام، أحياناً يفوتني أكثر من ركعة، وهذا كله إما لأنهم ينامون أو لأنهم لا يبالون، فبماذا تنصحونني وتنصحونهم؟ أنصحك بالصبر عليهم ومصاحبتهم للصلاة ولو فاتك أول الصلاة، أنت في جهاد، أنت على أجر، أصبر عليهم حتى يعتادوا هذا ويألفوا ثم ينقادون. نعم، ولا تتساهل معهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.